الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. وإحنا بنقرب على عيد البنتقوستي بنقرأ الأناجيل بتاعة البرقليط. أناجيل البرقليط عشان نفتكر إنجيل يوحنا. هي إنجيل مهم جدا للكنيسة, هو إنجيل الكنيسة لأنه اتكتب بعد الأناجيل الأولانيين التلاتة. فكانت الكنيسة already established, بعد الكنيسة كانت موجودة. فالإنجيل بيكلم كنيسة مش بيكلم ناس مش مؤمنين. متى بيكلم يهود يقول لهم هو ده المسيح اللي انتم مستنينه. مرقس بيكلم الرومان بيقول لهم هو ده الإله القوي اللي انتم بتدوروا عليه. لوقا بيكلم بقية الناس غير الرومان واليهود اللي هم كانوا تعتبر البيئة اليوناني, اللي بيكلمهم على الهدف من الحياة بتاعتنا وإزاي إن ربنا يسوع المسيح هو اللي يجعل هذا الهدف له معنى. لكن يوحنا بيكلم الكنيسة, عشان كده هو إنجيل خاص جدا, ملوش في التبشير أكثر منه له في الحياة بتاعتنا جوه الكنيسة. عشان كده تلاقوا فيه كلام عن المعمودية مع نيقوديموس, كلام عن الإفخارستية صحاح 6, ونلاقي كلام النهاردة على عطية الروح القدس والوصية. إيه العلاقة بالاثنين؟ إيه علاقة الوصايا بالروح القدس؟ الروح القدس مرتبط جدا بالوصية. القصة دي لها أصل, بداية الكلام عن الوصية النهاردة اللي بيقول عليها ربنا يسوع المسيح, هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. وهي دي اللي قال فيها ليس لأحد أعظم من هذه المحبة أن يضع أحد نفسه عن أحبائه. ترجع القصة للتكوين. في التكوين لما خلق ربنا, لما خلق الله الثالوث, لما خلق الإنسان, في حاجة حصلت في الإصحاح ده بين في العبري في السبعيني أكتر كمان ترجمة السبعينية, إصحاح 1 عدد 26 لما جه يخلق الإنسان قال إيه؟ قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا زينا. يبقى كالشبه والصورة في حاجتين هنا. في ناس تقول اللي هما كلمة واحدة, لا هما مش كلمة واحدة. الكتاب المقدس عمره ما بيكرر كلام فاضي, ما يقعدش عيد ويزيد في كلام ملوش لازمة. ففي صورة وفي شبه. ايه الصورة والشبه؟ نعديم مع الأنبر فايل يقول لك زي بالضبط كده معيل تبص لي يقول لك, تقول له ده انت شبه ابوك الخلق الناطق, بس يطلع ابوه راجل ايه, تقي هادي تواضع خدوم, وهو طالع ايه, عفريت متعب مغلب الدنيا كلها. فهو الصورة صورة مين؟ لكن هو مش شبهه. ففي صورة منظر, وفي التكوين عنده الإمكانيات بتاعت أبوه وملامح أبوه, لكن في الخواص الشخصية بتاعته مش هو. فهو قال إيه؟ نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا, بالجمع. عشان كده احنا بنتكلم على الأسرة, هي صورة الله, الأسرة مش الفرد, أنها معمولة بالجمع. عشان كده الكنيسة تشوف الراجل والست إيه؟ كيان إيه؟ واحد, لأن الثالوث كيان واحد. فما يجي بقى في عدد 27 يقول إيه؟ فخلق الله الإنسان على صورته ويقف. اللهم فين الشبه؟ فين الشبه بتاع ربنا؟ الشبه ما اتخلقش. كأنه الشبه هيتاخد لما الإنسان يتعلم من الله ويشوفه ويبقى زيه. بعدين لقينا إن آدم اختار إنه ما يبقاش زي الله. فيجي في السبعينية في إصحاح 5 يقول إيه؟ وهذه هي مواليد الإنسان يوم خلق الله الإنسان على صورته. السبعينية تقول أيقونة, أيقونة الصورة اللي بنبص عليها اللي فيها الألوان اللي فيها الملامح. فالشبه كان جاي لما الإنسان يبقى زي ربنا. طب هيبقى زي ربنا إزاي؟ قالها له ربنا في الوصية بتاعت الشجرة, قال له هتاكل من الشجرة هيحصل إيه؟ هتموت.
طب هو الموت ده شبه ربنا؟ الله ليس في موت. فكأنه السكة اللي هياخدها آدم هتحدد مصيره، لأن الله مصدر الحياة. إذا هيبقى زيه هيعيش في الحياة، إذا هيمشي ضده هيبقى إيه؟ في الموت. ودخل الموت إلى العالم وكلنا بقينا أموات، لأن إحنا ما كناش شبه الله. الوحيد اللي شبه الله مين؟ صورة الله ومثاله بالظبط، يسوع الابن. فكان لازم يرجع ربنا يصلح الصورة دي ويدينا الشبه تاني بأن يرسل ابنه، فنشوف الابن. وهنا يقول الابن: ليس لأحد أعظم من هذه المحبة أن يضع أحد نفسه عن أحبه. ورانا محبة الله، هكذا أحب الله العالم حتى لما الآب أرسل الابن. الآب ما بنشوفهوش، الابن ورانا مين وهو وإيه صفات الله اللي خلقنا، لأنه هو ابنه من طبيعته. يقولوا أن كل إنسان يتولد عنده شخصية، له شخصية، ما عدا المسيح ملوش شخصية بشرية. الشخصية بتاعته شخصية مين؟ الآب. مفيش، مش نحن بنقعد نشتم الناس يقولك ده ما عندوش شخصية. ربنا يسوع المسيح ما كانش عنده شخصية بشرية، الشخصية بتاعته هي شخصية ابن الله، شخصية ابن الله اللي جاي من السماء. فعشان كده من رآني قد رأى ايه؟ الآب. طيب حلو، ابتدى لما الناس يتوهوا جامد ابتدى ربنا يعمل ايه عشان يديهم شبهه؟ ما هو مش عارف يتكلم معاهم وهم مش قادرين يعيشوا معاه. تخدتوا خلوا بالكم ان مش القصة ان ربنا مش عايز يشوف بني ادم، انسان مش عايز يشوف ربنا. ازاي؟ مين اللي جري من التاني؟ ادم اللي جري من ربنا ولا ربنا اللي استخبى من ادم؟ كان ادم راح خبط على باب ربنا يقول له مش موجود؟ ما حصلش. كان ادم يروح يدور على ربنا ربنا يجري منه؟ حاشا. مين اللي كان بيجري من التاني؟ آدم. آدم أين؟ وهو ده القصة بتاعتنا كلنا. كل ما نعمل غلط ونبقى مش زي ربنا، ما لا نجرؤ إن احنا نقف قدام ربنا، ما بنجرؤش، ما يبقالناش وش. الإنسان اللي في الخطية واللي عايش في الخطية ما عندوش وش يكلم ربنا، ويحصل عملية انفصال. الخطية بتفصلنا. ليه الخطية بتفصلنا؟ لأن احنا عارفين إن احنا ولاده. جوه كل إنسان حتى الملحد عارف إنه مخلوق عشان يبقى زي الله جوه، ولكن عارف كويس ايضا ان هو ماشي في الاتجاه الايه؟ المضاد. فلا يجرؤ ان يقف قدام ربنا ويستعمل اي سكه انه يبعد ويتحاشى ان يقف قدام ربنا. طب ربنا يعمل ايه؟ ما ربنا غلبان في القصه دي، مش هيجبر حد. مفيش حد اب في الدنيا بيجبر ابنه انه يحبه او يمشي معاه غصب عنه. تبقى ايه؟ خرجنا من البنوه وبقينا ايه؟ عبيد، اسرى. مش عايز أسرة، مش عايز عبيد. طب يعمل ايه؟ قال لغاية لما حلها لهم كويس ابعت لهم وصايا. اول وصايا، الوصايا الاولانية كانت وصية سهلة واحدة مش غيرها، تاكلش من الشجرة عشان يوم هتاكل هتنفصل وهتموت. اللي جه بعد كده اول وصايا، جماعة اليهود عارفين كويس جدا، سبع وصايا اداهم الله لنوح، اداهم لنوح. واحدة منهم ان ما تقتلش، ما تقتلش، ده مش انا خالص. كان الوصايا اللي هيقولها لنوح هي هيطلع عليها، هيطلع منها العشر وصايا كمان: ما تقتلش، ما تزنيش، تعمل محكمه، لازم يبقى في عدل، لو حد قتل يتقتل. وصيه كمان قال له ايه؟ كلها موجوده في القصه بتاعه الطوفان، وكان ربنا قال له كده، قال له: سافك دم الانسان بالانسان يسفك دمه. طب ليه يا رب تقول كده؟ قال عشان الناس ابتدت تمشي في اتجاه المضاد تماما ليا. كأن ربنا عايز يقول لهم: ده مش انا اللي انتوا بتعملوه، ده اللي وصلتوا له التمادي في الشر ده مش انا خالص. ولما يجي الوصية العشرة يقول كده كمان نفس الحاجة، يقول له ايه؟ لا يكن لك آلهة اخرى امامي. اوعى تفتكر ان الناس الحاجات اللي بره اللي انت عمال تعبد فيها الشمس والبقرة والدولة انا، ده مش انا. ما تعمل لكش صورة ولا تمثال عشان ما فيش حاجة شبهي. يعني هو بيشرح هو مين عن طريق مين؟ الوصايا. يقول له: لا تقتل، لأني أنا الحياة ومعطي الحياة. لا تزني، لأن الله طاهر. لا تكذب، لأن الله هو الإيه؟ الحق. طيب، يبقى الوصايا بتتكلم عن مين؟ عن الشبه اللي الإنسان إيه؟ فقده. شبه فقده. من الأسئلة اللي بقولها أنا لما بنتكلم في القصة دي في الكليركية، بقول لهم: طيب أنتوا عارفين دي كلها، طب وأكرم أباك وأمك نحطها فين في شبه الله؟
لأن الله أبو إيه؟ والابن بيقول أنا في كل حين أصنع إرادة مين؟ أنا أكرم أبي وأنتم تهينونني، يعني أنا بكرم أبي طول الوقت. فصورة الله هي الوصايا، ما فيش فيها نقاش. الوصايا دي مش الصورة، أنا أسف، الشبه. الصورة هي قدرتنا على التفكير، الذكاء. إنسان على صورة الله إنه ذكي بيفكر، غير الحيوانات الغير عقلة اللي ما بتفكرش، صار بالغريزة. صورة الله مش القطة، مش الكلب، مش الحمار، مش فيهم حاجة من الله، فيهم وفاء، الـ 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 القوة، الشجاعة، نشوفها في حاجات كتيرة. لكن صورة الله الحقيقية هي مين، أو القريبة جدا هي مين؟ إنسان. طيب يبقى شبه الله فقد من البشر، وربنا ادى الوصايا. حلو، قال مش هيصلحوا. أنا لما أقول لهم هنا لغاية الصبح الوصايا مش هتصلحوا، مش هتصلحوا. بدليل إيه؟ بدليل إن بني إسرائيل بعد ما خدوا الوصايا عملوها، التاريخ بتاعهم يعملوا يقول إيه؟ ده الوقت اللي كان بيتعمل فيه الوصايا كانوا بيعملوا إيه؟ بيعبدوا العجل الذهبي. وبعدين لما الملوك استلموا الملك بتاع المملكة، ومفروض إن هما كانوا ناس يشجعوا الناس على الوصية بتاعت ربنا، الملوك نفسهم سقطوا وابتدوا يعبدوا أصنام، وابتدوا يعملوا اللي نفسهم فيه، وكسروا كل وصايا ربنا. لما تيجي تقرأ الأنبياء، عايز تقرأ الأنبياء تفهمهم، إيه وظيفة النبي؟ النبي جاي يقول لهم إيه؟ أنتوا كسرتوا الوصايا. تسمع أرميا وهو بيقول لهم إيه؟ أرميا إصحاح 7، أرميا وأشعياء وحزقيال كلهم كلموا عن الموضوع ده. هو ده الموضوع الرئيسي، وصية ربنا اللي المفروض هيعلمكم هو مين، أنتوا بتكسروها عشان تقولوا إحنا رافضينك، رافضين الطريقة بتاعتك، مش عجبانة حياتك، مش عايزين نبقى معاك. من الآخر هو ده اللي أنتوا بتقولوه. فيجي يقول لهم كده أرميا إصحاح 7، يقول لهم كلام جامد جدا جدا. إصحاح 7 ده من الأصحاحات الجميلة. يقول أرميا اوعى تتكلوا ان عندكم الهيكل، وان انتوا بتيجوا تقفوا هنا قدام ربنا وتقولوا خلاص كل حاجه تمام، احنا مية مية. كانت وعظه قويه جدا وقاسيه جدا، سموها وعظه الهيكل، اصحاح 7. بيقول كده الكلمه التي صارت الى ارميا من الرب: قف في باب بيت الرب، روحوا اقف لهم في الهيكل ونادي هناك بهذه الكلمه، وصوت قول لهم بزعيق: اسمعوا كلمه الرب جميع يهوذا الداخلين في هذه الابواب لتسجدوا للرب كلكم. هكذا قال رب جنود إله إسرائيل: اصلحوا طرقكم وأعمالكم فأسكنكم في هذا الموضع. لا تتكلوا على كلام الكذب قائلين، يقعدوا يقولوا إيه؟ هيكل الرب. شوف زي ما كان التلاميذ بيوروا المسيح، بص الهيكل، هيكل الرب، هيكل الرب، هيكل الرب. هو ده الهيكل بتاع ربنا، ده مكان ربنا، ده بيت ربنا. بيقولوا كده ليه؟ بيقول لك: لأنكم إن أصلحتم إصلاحا طرقكم وأعمالكم، إن أجريتم عدلا بين الإنسان وصاحبه، إن لم تظلموا الغريب واليتيم والأرمل، لم تسفكوا دما زكيا في هذا الموضع، ولم تسيروا وراء آلهة أخرى لإزائكم، فإني أسكنكم في هذا الموضع في الأرض التي أعطيت لآبائكم من الأزل الأبد. أما إنكم متكلون على كلام الكذب الذي ينفع، بيقول إحنا طالما عندنا الهيكل ما فيش حد هيأذينا، مش هيحصل لنا حاجة. طالما عندنا الهيكل فإحنا إيه؟ تمام. راح قال لهم بقى كلمتين دول جايين، ايه ده بقى اللي جاي؟ ايه كلام الكذب؟ قال لهم: اتسرقون. ايه دي تسرقون؟ دي تبع ايه؟ حطها في اني وصف، في اني خانه. سرقه دي تبع ايه؟ الوصيه بتاعت لا تسرق. وتقتلون تبع وصيه ايه؟ وتحلفون كذب تبع وصيه ايه؟ لا تحلف باسم الرب الهك باطلا. وتبخرون للبعل وتسيرون وراء آلهة أخرى لم تعرفوها تبع وصية إيه؟ لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. وبعدين بعد ما تعملوا كل الحاجات دي، يعني أنتوا بتعملوا كل ضد الوصية كلها، وبعدين تيجي وتقفوا قدامي وتقولوا إيه؟ على في البيت ده اللي أنتوا اللي اسمي محطوط عليه، وتقولوا إيه؟ خلاص إحنا نجينا. صحيح إحنا عملنا كل الكلام ده، مش هيفرق، لأن إحنا عندنا بيت مين؟ بيت ربنا، إحنا مية مية. الذي دعي باسمي عليه وتقولون قد أنقذنا، حتى تعملوا هذه الرجعات وتطلعوا من هناك تعملوا ايه؟ ترجعوا تكملوا الخطيه تاني. هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي عليه مغاره لصوص في اعينكم؟ هنا اللي انا عايز اركز عليه حته مهمه جدا، ان القلب بتاع الدعوه بتاعه النبي هي ايه؟ ان بيوبخ الناس على مين؟ على كسر ايه؟ ان هم ماشيين ضد شبه مين؟ شبه ربنا، شبهه مش عايزينه، مش عايزين نبقى شبهه، عايزين نمشي في اتجاه العكسي، الشيطان يعني. فجي أرميا بقى في إصحاح من الإصحاحات، بنقرأ كتير إحنا في الكنيسة كده، إصحاح مهم، إصحاح من الإصحاحات، قال إيه؟
بعد القصة بتاعت أرميا ما خلصت، ربنا قال له أنا هقول لك خلاصة الكلام عشان تبقى إيه ترتاح. أنت عمال تزعق تزعق وتنحر في صوتك وجبت آخرك، وأنا عارف إن أنت زهقت، هقول لك حاجة. فجيف إصحاح 31 عدد 31 قال: ها أيام تأتي يقول الرب، هتيجي أيام وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. أول مرة نسمع الكلمة دي، لم يسمع في العهد القديم على عهد جديد، ما كانش في حاجة اسمها كده. الناس بتوع العهد القديم واليهود عارفين ان هو عهد واحد ربنا عمل مع موسى يفضل للأبد. ايه بقى العهد الجديد؟ ليس كالعهد الذي قطعته مع ابائهم يوم امسكتهم بيدهم لاخرجهم من ارض مصر، زي العيل الصغير مسكتهم كده بايديهم وطلعتهم من ارض مصر، بيتكلم كأب. حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب، كسروا، مش عايزين يبقوا معايا، مش عايزين يبقوا بيتي. بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، العهد الجديد، أجعل شريعتي فين؟ في داخلهم، وأكتبها على قلوبهم، وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعب. اللي مش عارفين يعملوه أنا هعمله، هكتب الشريعة بدل ما أكتبها على حجارة. طب ليه يا رب كتبتها على حجارة؟ قال لأن أسهل تكتب على الحجارة من أنت تعلم الناس دي إيه يحبوني يسمعوا كلامي. واحد يقول لك قلبه قاسي كالحجر، قلبه حجر، هم مش قلوبهم حجر، الحجر اسهل من قلوبهم. رب يا ربنا ما يسمح ان يكون فينا حد كده. وبعدين ساعتها بقى لا هيعلم حد يقول له اعرف ربنا ولا اتقي ربنا ولا الكلام ده كله، من الصغيرين للكبار كلهم هيعرفوني. اصفح عن اسمهم ولا اذكر خطياتهم بعد، يعني انا هبتدي اشيل خطاياهم خالص، طلعها من القصه تماما. يبقى اتكلم على عمل ربنا يسوع المسيح هنا. بس يعني ايه يحط الوصيه جوه؟ يعني ايه يحط الوصيه جوه؟ حزقيال نفس الكلام، نفس الكلام، قال لهم كده هيجي يوم هرشكم بميه وتنضفوا من كل خطاياكم، واروح اسكن روحي جواكم واديكم روح جديد وقلب جديد واسكن روحي جواكم علشان تمشوا في الوصايا بتاعتي وتبقوا شبهي. هنا ربنا يسوع المسيح قال لهم من هنا ورايح انا هديك وصيه واحده بس، بدل العشر وصايا اللي فيها 10 وصايا فيها لا تقتل لا تزني اللي مش ربنا، الوصايا العشرة وصايا نوح اللي عكس ربنا، شاور لنا على العالم يقول لنا ما تعملوش زيهم، لان ما حدش كان يعرف ربنا، حدش يقدر يقرب منه، حدش. فلما جه ربنا يسوع المسيح وورانا نفسه وشافوه التلاميذ وحكولنا عنه، انا شفنا حاجه تانية خالص، حاجه جديده مش موجوده في العالم. الذي رايناه باعيننا، الذي لمسناه بايدينا، لان الحياه اظهرت. فقال شفتوا ايه؟ بنسألهم شفتوا ايه يا تلاميذ؟ قالنا شفنا المحبة بجد، محبة بجد، ان حد يسلم نفسه من اجل احبائه ويشيل، مش يشيل العقوبة بتاعتهم، يشيل خطاياهم. مش فارق بين الاثنين بالمناسبة، يعني ايش فارق بين الانسان يشيل العقوبة وواحد يشيل الخطية؟ ايه الفرق؟ يشيل العقوبة ان الناس كلها وهو نفسه عارف والشخص المذنب عارف انه بريء ما عملش حاجة، لكن لما يشيل الخطية نشاور عليه ونقول له ايه انت ايه؟ او ده الكلام الكبير. لما نشاور على ربنا يسوع المسيح نقول عليه انه هو المذنب، هو اللي عمل. طب انا اللي قتلت، يسوع قتل. انا اللي زنيت، يسوع زنى. عشان كده قديس بولس يقول لك بعد ما يحصل كده هاخد اعضائه تاني واجعلها اعضاء، يعني بمعنى صح هو شال خطيتي كايه؟ كمذنب مش كبريء. انتبهوا للنقطة دي، هو نفسه قبل ان يبقى هو الخطأ. عشان كده القديس بولس يقول لك كده: الذي جعل الذي لا يعرف خطية خطية لأجلنا. الحتة دي نفهمها كويس قوي. دخل الحكم كواحد مذنب. لما الآب يشوف ابنه اللي بيحبه جدا بالحالة دي ويسامحه، يبقى سامح مين؟ ما هي عملية محبة، هو بيحبنا جدا فشال خطايانا. لما تيجي الام كده تدافع عن ابنها اللي محكوم عليه بالاعدام تقول لهم انا اللي قتلت يا سياده القاضي، انا اللي قتلت، وهي مقتنعه تماما عشان الابن ده يخلص من المشكله اللي هو فيها ان هي هتشيله، ولو قالوا لها اه هتكتب اعتراف انا قتلت. ايه اللي خليها تعمل كده؟ ايه؟ الحب، الحب. فالحب بتاع ربنا يسوع المسيح لينا خلى الخطيه بتاعتنا كل الهباب اللي احنا فيه اللي هي ضد شبه الله يتنقل لي، وهو لما اتنقلت ليه الخطيه لان في محبه كبيره جدا بينه وبين مين؟ ابوه مسحها خالص حتى لا تذكر،
لا يذكرها بعد. فحصل نقل من الخطيه من عندنا لمين؟ للمسيح، ومن عند ربنا يسوع المسيح للاب، والاب اتصرف فيها وراحت بسبب الحب ما بين الثلاثه، ما بين الاب والابن وبين الابن وبين بيننا احنا. فهنا وضح لينا ان محبه الاب لينا قويه جدا، ان عشان يحل لنا المشكله بعت لنا حد يشيل مش العقوبه بس، يشيل ايه؟ الخطيه نفسها. فبالتالي بقينا جاهزين دلوقتي ناخد روح الله يوم يسكب فينا روحه، عشان اللي ما كانش عارف الوصيه من بره تسمحه لنا، الروح القدس هو اللي يعمله فينا. من اجل محبتنا للمسيح بنبدا نسمع وصايا، بيبان بقى ان احنا بنحب ربنا يسوع المسيح. بيقول كده الوصيه بتاعتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. كملوا بقى الدايره دي، كملوها. ابتدت من عند الله الاب وجات لي وانا جبتها لكم، انتم مفروض تبتدوا ما تحبسوهاش. ما تقولش بقى انا ربنا يسوع المسيح حبني وكفايه عليا كده، لازم اعمل ايه؟ اكمل بقى، امد الحب ده للباقي، واللي هيساعدكم في كده الروح القدس. وهي وصيه واحده بس، هي وصيه واحده بس. خلي بالكم الوصايا التانية كلها كانت لان الانسان مقفول، فربنا ادى الوصايا من كل ناحيه. شوف الشيطان بيعمل ايه، بيقتل ما تقتلش، شوف الشيطان بيعمل ايه بيزني ما تزنيش، شوف الشيطان بيعمل ايه بيسرق ما تسرقش، الشيطان بيعمل ايه بيكذب ما تكذبش. مش محتاجين كل ده، كل اللي محتاجه ان انا ايه؟ اقف قدام ربنا يسوع المسيح واخد منه الحب اللي عنده. اللي بيحب لا هيسرق ولا يزني ولا يقتل. اللي حاسس انه مديون ربنا يسوع المسيح مش هيحس ان يقدر يعمل حاجه غلط. يبقى هنا حط الوصيه فين ربنا؟ ما حطهاش بقى في الحجاره، ولا ادهلنا في كتاب نقراها، ولا هنقعد نسمعها لبعض، ولا هنقعد نمسك عين نخبط عليه. عشان كده انا افضل في حاجه خطيره جدا، اسم ربنا يسوع المسيح مهم جدا. ما ينفعش نوصي بعض ونقول خليك حلو، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حد حلو. نقول له ايه؟ نقول له ايه؟ اسمع وصيه يسوع، اسمع وصيه ربنا يسوع المسيح. ما نشيلش الوصيه من اسمه. احنا ما بنعملش الوصايا عشان خاطر احنا ناس كويسين وعايزين نبقى ناس كويسين. الملحدين بيقولوا كده، بيقولوا احنا ملحدين احسن منكم. ليه؟ تعال شوف كده الناس بتوع الكنيسه بيعملوا كل ما لا يعمل، اهم بتوع الكنيسه. لكن احنا بنعمل حاجات كويسه وبنخدم بعض وبنعمل ما لا يعمل من غير ما يبقى عندنا كنيسه ويبقى عندنا ايمان. نقول لهم احنا ما بنعملش عشان نبقى ناس كويسين، احنا بنعمل عشان بنحب مين؟ المسيح. That's it. ومن اجل اسمه بس، من اجل اسمه نحن نصير زيه، نصير زيه شبهه. هو ده. عشان كده الكلام الجديد دلوقتي، انا كنت بتكلم لحد اللي فات على الحته دي، ان البلد دي كانت بلد مسيحيه لغايه بدايه الثلاثينات، 1930. حصل في الثلاثينات لما ابتدت الهوليود والسينما والتلفزيون يبتدوا يشدوا حيلهم، ان في ناس قليلين ابتدوا يبقوا زعلانين ان الناس تتكلم عن المسيح، لان كان فيها يهود كتير، يهود في امريكا كتير، وفي اي حاجه ناس ما عندهمش اديان، ناس جايين من بلاد تانية، من بلد هجره. فعشان ما يزعلوش حد قالوا ايه؟ اتكلموا عن الاخلاق بس، بلاش تجيب سوره مين؟ المسيح. ما تجيبوش اسمه خالص، طلعوا اسمه من المدارس وطلعوا اسمه من. فايه اللي حصل؟ 30 سنه بالظبط، 30 سنه يمكن باليوم او اقل، ابتدى الناس تقبل الزنا على انه ايه؟ حاجه طبيعيه، واصبح في حاله من البلاده وسط المسيحيين يشوف الحاجات دي ويتفرج عليها ويسمعها ولا يتاثر قلبه ولا يهتز. وابتدت الناس المسيحيين نفسهم يقبلوا هذه الامور، الزنا والشذوذ وكل الكلام انتوا شايفينه النهارده ده، اساسه الكبير جدا هو غياب اسم ربنا يسوع المسيح من البلد. غير مقبول، لا يقبله احد. ان المسيح الذي سيرسله الاب بايه؟ باسمي. يبقى الروح القدس مرتبط باسم مين؟ يسوع المسيح. من غير اسم يسوع المسيح مفيش قوه لاي حاجه، لا يوجد قوة لأي شيء، الروح القدس مش هيشتغل. طب الوصية تتعمل ازاي من غير الروح القدس؟ احنا بنحلم بعد شوية كل الوصايا اللي احنا بنتكلم عليها دي هيحصل لها ايه؟ تروح. هيجي واحد يقول لك ايه؟ مين اللي قال ان النجاسة حاجة غلط او الزنا حاجة غلط؟ مين اللي قال كده؟ هتقف تقول له ايه؟ لما واحد يسرق يقول لك مين اللي قال السرقة غلط؟ تقف تقول له ايه؟ انا المجتمع اقول لك ما في مجتمع تاني ما عندهاش مشاكل في الحاجات دي،
اشمعنى يعني المجتمع بتاعك؟ فأنا دي نقطة خطيرة جدا، إن ربنا يسوع المسيح اللي قال هذه وصيتي بنعملها من أجله، بيقول إيه؟ لأنكم لن أدعوكم عبيدا، لأن العبد لا يعمل، أنتم أحبائي إن عملتم ما أوصيكم به. أنتم حبايبي بجد، يبقى إحنا بنعمل الحاجة من أجل مين؟ من أجل ربنا يسوع المسيح. لو هنطلعه من القصة، العمل الروح القدس مش هيشتغل فينا، الذي يرسله الآب باسمي هو ده اللي إحنا واقفين ومستنين إن إحنا نحتفل بنزوله الحد اللي جاي. ربنا يدينا إن إحنا حتى لما نعلم ولادنا ونتكلم في البيت يذكر اسم المسيح، ما تتكسفوش إنك تقولوا اسم المسيح. من قال إيه؟ من يستحي بي أمام الناس هستحي بي أمام ملائكة الله. هنستحي بي مع عيالنا وما نجيبش اسم ربنا يسوع المسيح مع عيالنا؟ حاجة صعبة. بطلنا إحنا حتى بقينا لبسنا القصة دي من أيام المسلمين حتى لو كنا في مصر، نخاف نجيب سيرة المسيح في الشغل، نخاف نجيب سيرة ربنا يسوع المسيح مع بعض، فاتنقلت للبيت وبقينا بنخاف نجيب سيرة المسيح في البيت، ما نجيبش سيرته، ما أقولوش لابني ربنا يسوع المسيح بيقول كذا، ما بقولش كده، أقول له خليك حلو. يعني إيه خليك حلو؟ هو يعني إيه حلو؟ مسكر يعني؟ لازم يجي لي السكر عشان أبقى حلو؟ عندنا حلوين ربنا عينهم. مش هي دي خالص. انا اقول له من اجل يسوع المسيح اللي مات من اجلك واللي حبك وشال خطيتك، اسمع كلامه، اسمع وصيته، هو ده. ما عندناش حاجه تانية نتكل عليها في ان احنا نبقى ناس كويسين. ولاد اللي بيقول ربنا يسوع المسيح اذا فسد الملح ومش عارفين نعلم ولادنا الحاجات دي، ايه اللي هيحصل؟ نبقى زينا زي مين؟ اللي بره، واسوأ، لان اللي بره عندهم قناعات تانية، عندهم ايمانات تانية، احنا ما عندناش حاجه خالص. يا اما ربنا يسوع المسيح يا اما ملح من غير ملح. وهو ده المصيبه الكبيره. ربنا يدينا ان احنا نقدر ناخد منه، من اسمه قوه. هو ده الاسم اللي فيه القوه، اللي بيقوم اموات واللي بيشفي مرضى وبيحصل باسمه كل القوات، اسم ربنا يسوع المسيح. وده الاسم اللي فيه بيعمل بيه الروح القدس. ليه المجد مع ابيه الصالح والروح القدس الان وكل اوان دهت وكل امين. خريستوس انستي.